القيادة العامة لتنظيم القاعدة تعلن في بيان منسوب لها نشر على الإنترنت أن لا صلة لها بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف باسم داعش، ولم تخطر بإنشائه بل أمرت بوقف عمله. وأضاف البيان أن التنظيم الذي ينشط في سوريا والعراق ليس فرعا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها به علاقة تنظيمية، وليست الجماعة مسؤولة عن تصرفاته. وكان زعيم تنظيم القاعدة إيمان الظواهري دعا الشهر الماضي إلى وقف القتال بين أخوات الجهاد والإسلام في سوريا، ذلك بعد احتدام القتال بين الفصائل المعارضة. وقد شاركت جبهة النصرة التي سبق وأن اعتبرها الظواهري ممثل تنظيم القاعدة في سوريا جانب مقاتلي المعارضة في بعض هذه المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش.